عندنا أحاديث كتيرة لفترات كتيرة بنتكلم عن صناعة السينما، وليه بقى في تردي في المنتج المقدم للمصريين، وليه ما عندناش القدرة على إيجاد حاجات عظيمة موجودة تليق بالواقع المصري وتليق بالماضي المصري، وليه ما بنحاولش نقدم حاجات مختلفة، وليه 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 تساؤلات. وكنا بنقعد نجلد أنفسنا وبنحاول نقطم نفسنا وبنحاول نأنب، ولكن شباك التذاكر يمتلئ، فتخرج الجديد من الأفلام بشكل تاني وربما تكون أسوأ أو أفضل، ولكن إحنا في دايرة واحدة مغلقة لم تتطرق كثيرا إلى التاريخ المصري، وبعدين في مرحلة بتواجه فيها حروب على كل الاتجاهات، حروب الإرهاب اللي بيواجهك بلعبة الشوارع وانت بتقاوم وبعدين بتقضي وبعدين بتوقف وبعدين بترجع تاني عمليات منفردة وتضرب. إحنا في هذا الملف اللي استهلك الكثير من راحتنا والكثير من طاقتنا وغيره وغيره، مصر الحمد لله والشكر لله هذا الملف في مصر استطاعت انها تقف فيه وقفة تليق بالمصريين. وما زلنا الحرب الفكرية اللي بتوجه ضدك والتمويل وغيره وغيره مستمرة حتى هذه اللحظة. ولكن عندنا حاجة تانية وهي فكرة الحروب النفسية، الحروب المعنوية، الحروب العقلية، الحرب اللي بتستهدف ضرب النفس البشرية والحرب اللي بتستهدف ضرب الفكر. دي أسوأ وأقوى وأخطر حرب بتكون موجودة. طيب إحنا وإحنا بنتكلم عن الحرب دي بنتكلم عن روح الانتماء، لابد أن يكون موجود كما كان موجودا من قبل وهو موجود بالفعل، ولكن دورنا أن إحنا ننميه، روح الانتماء لهذا البلد الطيب وروح الانتماء لهذا الوطن. روح الانتماء دي تنمى ازاي؟ تنمى من خلال حاجات كتيرة جدا، وتنمى من خلال السينما، المسرح، الدراما، الإعلام، دور التثقيف في المجتمع بقى من خلال المثقفين ووزارة الثقافة وقصور الثقافة والتربية والتعليم وغيره وغيره وغيره. كل الحاجات دي المفروض تعمل منظومة كده ودايرة تكتمل وتتكامل فتوجد روح الانتماء. طيب روح الانتماء واحنا بنتكلم بقى عن السينما، بنتكلم عن فيلم الممر. فيلم الممر انا لا اعتبره فيلم تجاري، هو ليس فيلم مطروح للتجاره، ليس فيلم المنتظر منه بالنسبه لنا كمصريين وبالنسبه للناس والجنود المجهوله في هذا العمل، مش منتظر منه ان احنا هنجني التذاكر وهنلم فلوس ونكسب ونعمل. الفيلم ده مغامره قوية جدا، مغامرة خطيرة جدا، لأنه الأرضية التمويلية بتاعته أو الفلوس اللي اتدفعت في إنتاجه رقم كبير جدا جدا جدا. طيب الناس اللي عملت الفيلم ده كانت بتخوض هذه المغامرة لقصة لوحدة من أهم وأخطر المراحل التاريخية العسكرية الاجتماعية الثقافية الإنسانية المصرية، مرحلة ما بعد 67، سميت النكسة وسميت الهزيمة واتقال ما حاربناش واتقال واتقال واتقال، كل الكلام وكل القصص دي كانت حقبة تاريخية مهمة جدا في تاريخ مصر، وبيتم المرور عليها سريعا وكأننا لدينا شيء مش عايزين نتكلم عنه. هذا الفيلم هو مكاشفة وهو مواجهة وهو حقيقة أن كل كبوة وكل ما يمر على المصريين يؤلمهم ويؤرق نومهم هو بيصنع منهم تحدي جديد وحالة جديدة بتدفعهم دفعا للمزيد من الانتصارات، تمثلت في حرب 73 الانتصار الأعظم في التاريخ المصري الإنساني، لأن حتى حضراتكم ومش ببالغ الكتب اللي مكتوبة بره عند الغرب اللي ناس كتير بتهتم انها تعرف ارائهم بتقول ان هذا الانتصار كانت اسرائيل يدعمها العالم كله ولم يكن متوقع انهيار خط بارليف وغيره وغيره، وبالتالي هذا الانتصار هو انتصار عبقري جدا وعظيم جدا للمصريين. فلما نتكلم عن الحقبه دي ونقول ان احنا في فيلم الممر كان ممر انساني، كان ممر عسكري، كان ممر تاريخي، كان ممر اجتماعي للمصريين، احنا بنتلم كلنا على حاجه بتنور في الضلمه. كنا زعلانين ان مفيش حاجات بتناقش التاريخ المصري ولا بتنمي روح الانتماء، احنا دلوقتي لقينا حاجه حلوه فملمومين عليها،
كلنا عايزين نشوفها وكلنا عايزين ندعمها، كلنا عايزين نوجد سينما جديدة، عاوزين نوجد صناعة جديدة بشكل جديد، عاوزين نوجد التاريخ المصري اللي المفروض يقدم في السينما وفي الدراما وفي غيره. فلما نلاقي حاجة حلوة نتلم ونتجمع عليها ونقول الله ينور، فيها بقى حاجات مش عندنا، فيها حاجات ما الموضوع ما تناقش مش عارف ايه، الزوايا بتاعته مش عارف ايه، كل ده وارد يحصل في اي عمل، حتى الاعمال اللي بتخرج في الولايات المتحدة الامريكية وفي غيره وفي غيره، كل الاعمال دي بيبقى فيها زوايا معينة بيتم التركيز عليها. احنا هنا عندنا معارك حربية وعندنا بعض الامور اللي تم التركيز عليها، وبالتالي هي الهدف بتاعنا من الفيلم، نتجمع ونشوف الفيلم ونروح نتفرج عليه. فيلم بذل فيه مجهود كبير جدا من القائمين عليه على هذا العمل، والفيلم بذل فيه مجهود كبير جدا من القوات المسلحة المصرية في تقديم الدعم اللوجستي لهذا الفيلم، عشان الناس اللي بتقول أصل الفيلم ده فيلم مش عارف ايه، القوات المسلحة لا تنتج أفلام ولا تتاجر في السينما وليس عندها تجارة سينمائية ودرامية والكلام ده. القوات المسلحة قدمت الدعم اللوجستي لهذا الفيلم لأنها ارتأت في ما يجب أن يكون موجود في هذه الفترة بعد فجوة سينمائية ودرامية، ارتأت في أن هذا العمل سيقدم جزء من التاريخ العسكري والاجتماعي والسياسي المصري، فلا بد من تقديم الدعم ليه. وبالمناسبة وقفة دقيقة جدا، أنه لولا الدعم اللوجستي اللي قدمته القوات المسلحة المصرية بعد تصديق السيد وزير الدفاع عليه، وبدعم إدارة الشؤون المعنوية المصرية وللقوات المسلحة وغيرها وغيرها، والحقيقة بعتبر أن دي إدارة الشؤون المعنوية للمصريين كلهم، الجيش المصري هو مصر، فبالتالي الاهتمام بالشؤون المعنوية والنفسية للقوات المسلحة هو اهتمام بشؤون المصريين. قدم دعم متمثل في آليات، متمثل في دبابات، متمثل في أماكن، متمثل في غيره، ومتابعة ومراجعة، لأن ده بيتكلم عن تاريخ عسكري مصري فلازم يكون في دقة في متابعة كل شيء، قدم وبالتالي ظهر هذا العمل. هذا العمل ننتقده نقول عليه أي حاجة، ولكنه في النهاية هو عمل من أجل بناء الإنسان المصري ومن أجل روح الانتماء في الدولة المصرية، لا مجال للمزايدة عليه، لا مجال للحديث عن أي أمور متعلقة بالإيرادات والتيكت والتذاكر والكلام ده. هذا العمل أنا كمواطنة مصرية وغيري من المصريين في عندنا شغف ولهفة لوجود حاجة تناقش التاريخ المصري، تناقش الإنسانية والعسكرية والاجتماعية المصرية في حقب مختلفة. هذا العمل بيمثل هذه النقطة، نقطة ضوء، إن شاء الله نقدر بقى نتكلم في اللي جاي كمان، إن احنا يكون عندنا لو دعمنا الفترة دي هذا الفيلم يكون عندنا في الفترات الجاية ناس كتير تغامر وتاخد الخطوة، يكون عندها جرأة إنتاج المزيد من الأفلام. شكرا لصناع فيلم الممر، وشكرا للقوات المسلحة المصرية والشؤون المعنوية القوات المسلحة المصرية في دعم هذا الفيلم لوجستيا عشان يخرج لنا النور. إن شاء الله المزيد من المنتجين يكون عندهم هذه الخطوة ويلقوا نفس الدعم عشان نقدر نعمل تاريخ سينمائي عسكري استراتيجي مصري سياسي يليق بالمصريين، ونجدد تاريخنا ونجدد معاها روح الانتماء. بعتذر للإطالة على حضراتكم، ولكن بعد العودة في وقفات كان لازم نقف عندها.